اللي كنحضر وهذا شكل كذا اللي كحتى يعني شكون اللي غيدوز النهار الاول شكون اللي غيدوز الثاني فكاين واحد الاحترافيه كاين واحد يعني واحد الاجتهاد وكاين واحد المجهود كبير الخامسه ان شاء الله يجب ان تكون بحول الله وقوته في حبالنا دابا ما يمكنش نزلوا على واحد المستوى الحمد لله من الطالع الايجابي حتى الطبيعي كان رحمنا لأن 24 ساعة 24 ساعة كان يمكن يكونوا مع الضغط الأخير كان يكونوا فعلى الأقل أنا بس نقول لهم شكرا على الحمد لله ما كاينش لا أنا نسينو على الرغم من أنه الجواهر كذلك بغيت وأنا كان جد التشكر ديالي نطلب من الفريق على أنه لابد من واحد الجلسة ديال التقييم يعني بعد انتهاء ديال العام تكون واحد الجلسة ديال التقييم باش يمكن الحمد لله الأمور اللي هي إيجابية غادي نزيدوا فيها والأمور اللي عرفنا فيها بعد الصعوبات يمكن نعملوا عليها معالجة باش يمكن إن شاء الله نزيدوا باش نبقى دائما هذا المهرجان في توجه وجودي وفي يعني في الغنى ديال الفقرات ديالو وعلى أنه لما كتكون الأورغانيزاسيون سيدير أنه ديريير إليا دي زورغانيزاتور دونك الحمد لله ما كانش ولا أدنى نقطة ديال الخلل فيما يتعلق بهذا المهرجان أكيد أنه كانت بعض الصعوبات كتواجه الإكراهات ولكن فضل الجنود ديال الخفاء تمت المعالجة ديالها والحمد لله على أننا كنا في الموعد شيء اللي جعلنا نهني أنفسنا على هذا ونتمنى إن شاء الله على أن هذه السنة الحديدة ديال النسخة الرابعة يمكن إن شاء الله لنا واحد ما تنصف النسخة 15 أو 20 أو كذا يمكن له يشكل قيمة مضافة ويمكن له يساهم معنا فالباب مفتوح للجميع الفكرة هو أن نعطي واحد المنتوج اللي يستجيب الجميع الشروط فمرة أخرى خالص تشكراتي وتسليماتي لي ونتمنى إن شاء الله نكون مستعدين للدورة الخامسة في حول الله ونتمنى هذا صديقه ديالو اللي هي واحد الدقيقه ميزه جديده خاصك تزيد دابا راه عندنا ثلاثه خاصك تزيد وقت انا ماشي في الجمعيه ولكن هي كانت العيالات كانوا كيديروا خاص تفضل مجهود خاص السيد عامل الحملات والتسجيل ديال المدير احنا المجهودات اللي كانت كدير يوميا راك عارف عندها العائله ديالها وضحات بالوقت ديالها وضحات وكانت في المستوى الحمد لله وكذلك كنشكروا لابد الشكر الجزيل للشركه ديال التواصل الاجتماعي اللي كانت معنا واحد المجهود لا تبارك الله عليك لا تقول ولا كذلك حتى لكن نفس المهرجان وكانت كنظن تغطية في التلفزيون كانت كذا المواقع الوطنية دونك الحمد لله واحد بحيث كنظن ما كاينش يقرا ليه في النهار وغتلقاه المهرجان الوحيد اللي كيشتغل الطاقات المحليه اكثر من 80% لان الشركات اللي كتخدم فيه راه 80% ديال الشركات وفريق العمل اللي كيتجاوز 150 شخص بين لا سيكيوريتي والطاقه وهذا هم من الطاقه ماشي من يعني كاين واحد لو ديفلوبمون لوكال يعني الشركات ماشي تمام ماشي غير الفنانين هما اللي 60% اللي مشاركين في المهرجان وحتى الطاقم والشركات كاملين كانوا الاغلبيه ديالهم صوف الحاجه اللي ما كايناش من المدينه كنقلبوا عليها على طول. هذه النقطه سي جعفر عيطت لنا حتى الوكاله كانت الجهه الشرقيه ونوهت بها قالت لنا اشتغلتوا بما هو محلي. وانا راه جات حضر معنا اللي هو ملي خرج كان عنده الاتصالات ديالو وقال لي ودي الان انا كنت مقتنع على انه الحمد لله المهرجان البارح هذا الاتصال غير البارح نوهوا بان الطاقات المحليه واش حتى شركه محليه ولا محليين شنو الاوبجيكتيف؟ كل يوم قوي المهرجان ديال الدار كاين المحطه ديالو اللي هذا العام هذا العام صرنا خلال الأخيرة جاو الناس من واحد العدد ديال المدن جوهرة الحسين بركان حتى عائلة جايين حتى عائلة جاو من المحافظة خرجوا كسبنا ديك الجهة اللي جا للسهرة جا للمغرج ماشي غير ماشي دائما كاين ديك الساعة خوينا الكورنيش ولا ديال لا سونتي ولا ديال لا ويلو هناك
لا بيان سيور لينا فعلا المصالح الامنيه ولكن منين كانوا معنا بالساعه الوقت اللي كنا نحتاجوه بيان سيور كنا قناه المبادره مع اقترح عليها هذا الشيء والحمد لله تفاجئنا لا وجا عندي ودارها وهو قبل زمان نمشي معكم بعيد في هذا الطرحات انا الابواب ديالي كانت مفتوحه يا عم جا صح دابا على المتيو